بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء ده إن شاء الله هنتكلم على الـ Exponential Function وعلى الـ Logarithmic Function. هنشوف إيه الـ Definition بتاعهم، هنشوف إيه الـ Domain بتاعهم وإيه الـ Range بتاعهم وشكلهم إيه وبعض الـ Properties الخاصة بيهم، وإيه أصلا علاقة الـ Exponential وإيه الـ Logarithmic Functions ببعض. طيب نشوف يعني إيه الـ Exponential Function. احنا درسنا قبل كده مثلا y equal x squared، كان البيز فيه x variable وكان الباور فيه constant اسمه 2. لو البيز variable والباور constant يعني زي x squared و x cubed و x power 4، دي كانوا بيسموه power function. لو اتعكسوا، لو البيز بقى هو اللي constant والباور هو ال variable، اسمها exponential function زي 2 power x 3 power x 4 power x half power x and so on. فالـ exponential function in general هي a power x، بس في condition على البيز a ده علشان ما نتخرجش بره الـ real function. الـ condition إن الـ a دي not equal 1، لأن 1 power أي حاجة 1 فهتبقى constant function، ولا تكون بـ 0، و 0 power أي حاجة بـ 0، وما يكونش رقم negative، لأن لو دخلنا الـ a رقم negative ويديناها power x والـ x ده ممكن يكون real، فالـ value of y هتبقى complex ودي undefined في الـ real function. فعلشان كده الـ exponential function definition بتاع y equal a power x، والـ a ده لازم يكون positive not equal 0، وكمان الـ a not equal 1. طب يا ترى الـ a power x دي الـ function دي، يعني أنا عارف رسمة الـ x squared هي parabola، طب يا ترى رسمة الـ 2 power x شكلها إيه؟ علشان تيجي ترسم أي function جديدة عليك، في الغالب أنت هتعوض بمجموعة من الـ points، وبعد كده تبتدي تستنتج الرسومات التانية. يعني 2 power x لو انا عايز ارسمها ابتدي احط ال x ب 0 1 2 3 والارقام النيجاتيف كمان نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 ونبتدي نشوف بكام. حط x ب 0 2 power 0 1، اي حاجه power 0 1 يبقى النقطه دي على الكيرف. وبعدين حط x ب 1 2 power 1 ب 2، بعدين 2 power 2 ب 4، بعدين 2 power 3 ب 8 and so on. يبقى واضح انها increasing function بتزيد بسرعة جدا، كل ما بزود 1 في x كل ما ال y بتبقى doubled، يعني كانت 1 بقت 2 بقت 4 بقت 8 اكيد 2 power 4 بعد كده ب 16، يعني كل ما تزود unit في ال x ال y بيحصل لها duplication، بتبقى ال double بتاع اللي فاتت. طيب لما نيجي نحط ال x ب negative 2 power negative 1 اللي هي half، 2 power negative 2 اللي هي 1 over 4، 2 power negative 3 1 over 8. يبقى ملاحظ لو حطيت x سواء positive أو negative أو 0 ال value of y always positive، عمرها ما بتكون negative، بس كل ما بنحط رقم negative ال value of y بتصغر شوية، تبقى 1 over 8 1 over 16 1 over 32 وبت approach لـ 0 لو ال x دي رقم صغير جدا بال negative. لو قلت ما بين ال points دي كلها يطلع شكل الـ 2 power x بالمنظر ده. طبعا لو 3 باور اكس هيبقى تقريبا نفس الشكل، بس هيبقى البوينتس بدل ما هي 2 4 8 هتبقى 3 9 27، بس تقريبا نفس الشكل اللي عندنا. تقدر تبص على الشكل ده وتقول ونلاحظ شويه الملاحظات دي، ان الاكسبوننشال فانكشن اولوز بوزيتيف، يعني الواي اولوز بوزيتيف، يعني الرينج بتاعي دايما ارقام بوزيتيف، والزيرو مش بيطلع من اول زيرو اوبن لغايه انفينيتي. ونلاحظ كمان ان مفيش intersection خالص مع ال x axis، هنقرب من ال x axis لو ال x approached ل negative infinity. الدومين بتاع ال exponential function هو r، نقدر نحط x اي value positive او negative او 0، والرينج بتاعها هو ال positive only. لو لاحظت هنا ال curve بتاعك 2 power x، لو انت مشيت from left to right ال curve بيزيد، كل ما تزود x ال y بتزيد، فدي increasing function. طيب لو كان الـ base بتاعي رقم less than 1 زي half مثلا، تعال نشوف الـ graph شكله ايه. half power x، طبعا لو الـ x أرقام positive 1 2 3 لما أقول half power 1 هيبقى half، half power 2 1 over 4 half power 3، يبقى هي بت decrease طول ما أنا بزود الـ value of x. طب لو الـ x دي من negative half power negative 1 هتلاقيها 2، half power negative 2 هتلاقيها 4، half power negative 3 هتلاقيها 8، هتلاقيها بت increase من الناحية الشمال وبت decrease من الناحية اليمين، فهي decreasing function كده. كأني عملت reflection لـ 2 power x على الـ y axis،
طبعا لو بصيت على الجراف تقدر تقول برضو الجراف بتاع هاف باور اكس اولوز بوزيتيف ومفيش انترسكشن ما بينه وما بين الاكس اكسس، والدومين بتاعه ار والرينج بتاعه من 0 لانفينيتي، لكن الفرق بينه وبين 2 باور اكس ان دي ديكريزنج فانكشن لكن الثانيه كانت انكريزنج فانكشن. فانا عندي شكلين للاكسبوننشال فانكشن على حسب الفيز بتاعي، لو كان greater than 1 ولا كان less than 1. كده انا عندي شكلين للاكسبوننشال فانكشن، واحد اللي هو increasing والتاني decreasing على حسب الفاليو بتاعت ال a. لو ال a ده كان رقم greater than 1 فهو ال increasing function ال exponential increasing، ولو كان ال a دي less than 1 فهيبقى ال exponential ال decreasing. سواء كان ال increasing او ال decreasing الاثنين الدومين بتاعهم r والرينج بتاعهم from 0 to infinity. ناخد بالنا لو نشوف سلوك الفانكشنز دي وانا رايح لانفينيتي او ماينس انفينيتي. لما اقول 2 باور انفينيتي طبعا انا ممكن اعملها بالالجبرا، اقول 2 باي 2 باي 2 باي 2 باي 2 فده هيطلع رقم كبير اللي هو انفينيتي، او اقول 2 باور انفينيتي نيجي على الجراف بتاع 2 باور اكس كده، ولو الاكس راحت لانفينيتي اكيد الواي بتابروتش لانفينيتي. طب لو قلت هاف باور انفينيتي، هاف باور انفينيتي اشوف الجراف بتاع هاف باور اكس، لو انا رايح الاكس بانفينيتي هلاقي الواي بتابروتش لمين؟ للزيرو. فنقدر نقول ان جنرال اي باور انفينيتي ده حاجه من اثنين، يا اما انفينيتي يا اما زيرو على حسب الفاليو بتاعت البيز. لو البيز ده جريتر ذان 1 تبقى انفينيتي، لو كان ليس ذان 1 تبقى زيرو. ناخد بالنا في بعض الرولز للاكسبوننشال فانكشن. الاكسبوننشال فانكشن فيها بيز وفيها باورز، بتاخد نفس البروبرتيز بتاعت الباورز. لو كان الاي والبي دول اللي هم البيزز ارقام بوزيتيف، قلت بي باور اكس في بي باور واي، لو ذا سيم بيز وفي حاله المالتيبليكيشن بتاعت الباورز بي باور اكس بلس 1. طب لو قلت بي باور اكس اوفر بي باور واي بتسبتراكت الباورز طول ما البيزز قد بعض. طيب لو انا عندي 2 باورز بي باور اكس اول باور واي تطلع بي باور اكس 4. ونفس الكلام انا ممكن اقسم الباورز، لو a في b الاثنين باور اكس نقسم الباور عليهم هما الاثنين يبقى a باور اكس و b باور اكس في حاله المالتيبليكيشن وفي حاله الديفيجن، لكن ما اقدرش اقسم الباورز في حاله البلس والماينس. احنا قلنا من شويه دلوقتي ان الاكسبوننشال فانكشن اللي هو a باور اكس والبيس a ده ممكن يكون اي رقم بوزيتيف ما عدا يكون ال1 وال0 مش معايا. في سبيشال كيس من الاكسبوننشال فانكشن اسمها ناتشورال اكسبوننشال فانكشن. طبعا قبل كده البيس كان ممكن يبقى 2 3 4 هاف 1 1.3 2.4 اي رقم بوزيتيف وخلاص ما يكونش 1. في رقم هو سبيشال كيس، الرقم ده لو اتحط مكان الاي بتبقى سبيشال فانكشن اسمها ناتشورال اكسبوننشال فانكشن. ايه هو الرقم ده؟ رقم اسمه اي او اسمه ايلر كونستانت. الرقم ده هو 2.718، الرقم ده موجود على الكالكليتر وده رقم بوزيتيف. اعتبر الرقم ده هو كونستانت مشهور زي ما الباي اللي هو 3.14 برضه رقم مشهور. الرقم ده اكتر واحد اتعامل معاه هو اويلر، عشان كده اتسمى اويلر كونستانت. والرقم ده مشهور قوي ان هو الرقم اللي خلى ديريفيتيف فانكشن اي باور اكس يطلع بنفسها زي ما هنشوف بعد كده. ال y equal e باور اكس هي سبيشال كيس، طبعا ال e ده رقم greater than 1 اللي هو 2.718، وال e ده نقدر نجيبه من الفورمولا، هتلاقيه في الكتب. الديفينيشن بتاع ال e هو 1 plus 1 over x whole power x، وال x ده رقم كبير جدا بي approach لانفينيتي. لو انت قلت 1 plus 1 over رقم كبير جدا باور رقم كبير جدا هتلاقي ده بي approach 2.718 اللي هو ايلر كونستنت. طيب الايلر كونستنت ده رقم greater than 1، فلو انا عندي الاكسبوننشال فانكشن y equal e power x يعني 2.718 power x، لو جينا نشوف رسمتها البيس بتاعي رقم اكبر من 1 يبقى هي الاكسبوننشال الانكريزنج e power 0 1 و e power infinity ب infinity و e power negative infinity ب 0. الدومين بتاعها r الرينج بتاعها 0 to infinity لان هي exponential function النوع الانكريزنج. طبعا بنفس البروبرتيز بتاعت الباورز، لو في حالة المالتيبليكيشن اد الباورز، في حالة الديفيجن سبتراكت الباورز، و e power x في e power negative x بتاد الباور تبقى e power 0 و e power 0 1. والفورمولاز دي بتتكرر معايا كتير.
في فانكشن تانية اسمها logarithmic function مرتبطة بالـ exponential function، لأن هي الـ inverse بتاعتها. الـ logarithmic function أساسا هي function بـ return الـ power، يعني أنا لو بقول 2 power x equal 8 بقول لك what is the value of x، هتقول لي الـ value of x هي 3 لأن 2 power 3 equal 8، ولو قلت 3 power 2 equal 9 يبقى الـ x بـ 2 عشان 3 power 2 قالب 9. لكن لو قلت 3 power x equal 8 هنا صعب ان انا اجيب ال value of x، بس انا عارف ان ال value of x المفروض تكون اقل من 2، لان 3 power 2 ب 9 ودي 8 يبقى المفروض اقل من 2 شوية. اللوجاريثميك فانكشن هي فانكشن بتحسب لك الباور بكام لو انت مش عارف تحسب الباور. ناخد بالنا ان اللوجاريثميك فانكشن هتلاقيها هي عكس الاكسبوننشال. لو شفت مثلا 2 power x equal 8، لو بدل ال 8 نسميها y، y equal 2 power x، فكأني بقول exponential function. طيب لو انا بقى عايز ال value of x، x equal كام؟ لو انت عايز تجيب ال x هي ال in terms of y، يبقى في الحالة دي هي ال inverse function لل exponential. ال logarithmic function هي ال inverse function بتاعت ال exponential function. فعلشان كده هنكتب ال inverse function لل exponential بصورة اسمها logarithmic function. فانا لو عندي x equal a power y وعايز اجيب y هي اللي equal كام، فهنقول y اللي هو الباور اللي انا عايز اجيبه y equal log x for base a. ناخد بالنا ان هنا x in terms of y وهنا y in terms of x، فهم inverse لبعض. فلو انت عايز تجيب الباور لازم تكون عارف البيز بكام، ولازم تكون عارف الفاليو بكام علشان تحطها في اللوج البيز والفاليو عشان تجيب الباور. يبقى الـ value of log هي بتعبر عن الـ power بتاعك. خد بالك انت عندك ثلاث حاجات، عندك base وعندك power وعندك value. الـ exponential function بتديها الـ base والـ power وبتديك الـ value، والـ logarithmic function بتديها الـ value وتديها الـ base وتريتيرن الـ power بتاعتك بكام. طيب تعال نشوف، ادي الـ exponential function a power y equal x، وادي الـ logarithmic function equivalent ليها y equal log x for base a. يبقى خد بالك الـ log يبقى ليه بيز وليه فاليو، وهو بيطلع لك الفاليو بتاعت الباور بكام. تعال ناخد شوية examples. لما اقول log 8 for base 2، فانا بسأل كده يا ترى 2 power كام تدي 8، لان ال 8 دي الفاليو وال 2 ده هو البيز، يبقى 2 power كام تدي ال 8؟ 2 power 3. طيب log 1000 للبيز 10 هتدي 3، يبقى انا هنا بدور على الباور، اديها فاليو بيز وبدور على الباور. طيب log ال P3 ل 1 over 9، طب 3 باور كام تدي 1 over 9؟ 3 باور نيجاتيف 2. طيب log 5 for base 5 تدي 1، يبقى احنا ممكن نلاحظ ان لو الفاليو قد البيز يبقى المفروض الاثنين يدوا 1. log a for base a in general 1. طيب log 1 for base 3، يا ترى 3 باور كام تدي 1؟ 3 باور 0. انت ملاحظ وانا بحسب اللوجاريتمك دايما بقول 3 باور كام، بروح للاكسبوننشال فانكشن، يعني عشان اعرف اللوج بكام بروح للاكسبوننشال فانكشن اللي هي الانفرس فانكشن بتاعتها. ملاحظ كمان ان الفاليو اوف لوج، ممكن اللوج تطلع رقم بوزيتيف، ممكن تطلع رقم نيجاتيف، ممكن تطلع 0، يعني اللوج بتريتيرن باور بوزيتيف نيجاتيف 0 مفيهاش مشكله. طيب ان ممكن نقول بقى ان جنرال لوج 1 فور بيز اي دي ب 0. طب log 0 for base a، يا ترى a power كام تدي 0؟ مفيش value اصلا، لان ال exponential لو تفتكر ان ال a power اي حاجة دايما بتدي positive value ابدا، لا عمرها هتدي 0 ولا عمرها هتدي negative. عشان كده log ما ينفعش نحط جوه ال log 0 ولا رقم negative، فالاتنين دول undefined. فاللوج ما بتقبلش، او الدومين بتاعها لازم يكون positive only، لكن اللوج بتريتيرن بتطلع values positive ونيجاتيف وزيرو. يعني طيب هنا مديلك exponential function exponential 4، وبقول لك اكتبها لي بالequivalent logarithmic 4، يعني 2 power 3 equal 8 دي مكتوبة بشكل الexponential. نقدر نعيد كتابتها مرة أخرى باللوجاريثميك. أيوة اللوجاريثميك 4 بيبقى فيه power و value و base، ده ال base والباور والفاليو بيتحطوا بطرق مختلفة. البيز 2 يبقى هو البيز بتاع اللوج، والفاليو 8 هو اللي جوه اللوج، والباور 3 هو اللي ايكوال اللوج ايكوال الباور. طيب 5 باور 1 ايكوال 5، يبقى لوج 5 فور بيز 5 ايكوال 1.
بيس 5 اتكتب في البيس، والفاليو 5 اتكتبت جوه اللوج، والباور هو الايكوال اللوج. هاف باور نيجاتيف 4 16، الباور اللي هو بره بنيجاتيف، والبيس هاف يبقى هو البيس بتاع اللوج، والفاليو جوه ال 16، ونفس الكلام دي. طيب لو انا جيت قلت لك find the value of log x for base 2 equal 3 over 2، عايز ال value of x بكام؟ طيب علشان اجيب ال value of x يبقى انا لازم اشيل اللوج ونروح الناحية التانية. عشان اشيل اللوج يبقى انت محتاج ال inverse بتاعتها، حول المسألة بدل مكتوبة بال logarithmic 4 اكتبها بال exponential 4. log x for base 4 equal ده، يعني ال 4 هي البيس والاكس هي الفاليو والباور هو 3 over 2، فنكتب ادي البيس 4 والباور 3 over 2 equal x، ومنها نقدر نجيب الاكس بكام. طيب احنا قلنا اللوجاريتمك فانكشن هي الانفرس فانكشن للاكسبوننشال فانكشن، واخدنا كده قبل كده في الانفرس فانكشنز في حاجه اسمها الكانسليشن ايكويشنز. لو عملت فانكشن جواها الانفرس بتاعتها بيكنسلوا بعض وتطلع اكس بأي ترتيب، سواء الفانكشن او بعد الانفرس جوه او الانفرس بره، والفانكشن هي اللي جوه. طب احنا قلنا الاكسبوننشال عكس اللوج، بس طبعا الاكسبوننشال ليها بيز a واللوج نفس البي بيكونوا ذا سيم بيزز. لو عندك a باور x ولوج فور بيز a يكنسلوا بعض وتطلع x، ونفس الكلام a باور لوج x فور بيز a تطلع الاكس. طيب لما نشوف دي مثلا لوج 3 باور 4 4 بيز 3، فبدل ما نقول لنفسنا بقى 3 باور 4 دي نقعد نحسبها تطلع 81، ونسأل نفسنا يا ترى 3 باور كام تدي 81؟ هنلاقي 3 باور 4. فأصلا بدل ما نقعد نعمل الحسابات دي مرتين، أنا عندي الكنسليشن ايكويشن بتقول ده نفس البيز أهو، يبقى لوج البيز 3 تكنسل 3 باور حاجة ويفضل الباور بس، ونفس الكلام هنا هتطلع 2، ونفس الكلام هنا هتطلع 9، ونفس الكلام هنا هتطلع 16. يبقى نقدر نقول ان اللوغاريتميك فانكشن هي الانفرس فانكشن لل طيب يا ترى اللوغاريتميك فانكشن الرسمه بتاعتها شكلها ايه، والدومين والرينج ليها شكله ايه؟ اتفقنا ان اللوغاريتميك هي الانفرس للاكسبوننشال، فلو الاكسبوننشال فانكشن شكلها كده y equal a power x، بنرسم الخط y equal x ونرفلكت عليه، او بالطريقه الثانيه ان انا بروتيت انتي كلوك وايز بعمل ريفلكشن حوالين الواي اكسس، باي طريقه هيطلع شكل اللوغاريتميك فانكشن بالمنظر ده، اللي هو بيعدي لين 1 او لوج 1 0 وهكذا، وبرفلكت على الخط y equal x. فده شكل الاكسبوننشال وده شكل اللوغاريتميك فانكشن. طيب الدومين والرينج هو عكس الدومين والرينج بتاع الاكسبوننشال. زمان في الاكسبوننشال كان الدومين r والرينج بوستر من 0 لانفينيتي، فالانفرس فانكشن هو بنعكس الدومين مكان الرينج والرينج مكان الدومين. فاللوج الدومين بتاعها هو البوستيف، يعني ما ينفعش نكتب جوه اللوج غير ارقام بوستيف من 0 لانفينيتي، والزيرو كمان مش معايا، والرينج بتاعها ار اللي بيطلع لك من اللوج هو ار من نيجاتيف انفينيتي تو طبعا زي ما كان في شكلين للاكسبوننشال فانكشن، واحده انكريزنج واحده ديكريزنج، في شكلين للوجاريتمك فانكشن. اللي احنا رسمناها اللوجاريتمك فانكشن دي بتاعت الانكريزنج. لو جيت تشوف اللوجاريتمك فانكشن بتاعت الديكريزنج لما يكون البيس بتاعي اقل من 1، يعني لو لوج في بيس هاف او بيس 0.1 او بيس 0.2 وعملت الانفرس فانكشن، هتلاقي الانفرس فانكشن للوجاريتمك فانكشن دي شكل الانفرس فانكشن للاكسبوننشال فانكشن شكلها كده. يعني اللوجاريتمك فانكشن لوج ليها شكلين، لو البيس اكبر من 1 هيبقى ده شكلها، ولو البيس ليس ذان 1 هيبقى ده شكلها، والاثنين الدومين بتاعهم بوزيتيف والرينج بتاعهم فروم 0 انفينيتي. الاثنين طبعا نفس الحاجه، الدومين هو من 0 لانفينيتي والرينج بتاعي هو الار. طيب اللوجاريتمك فانكشن موجوده في الريل لايف ابلكيشنز في حاجات كتير. طبعا في الاساس اللوجاريتمك فانكشن انت لو خدت بالك هي اداه ان انا بريبريزنت بيها لارج نمبرز بي سمول نمبرز. لما اقول لوج 1000 لبيز 10 بيطلع 3، يعني ال 1000 ده لو اتكتب بصيغة اللوج بيطلع 3، ال 10000 بيطلع 4. فهو طريقة ان انا بريزنت الارقام الكبيرة بارقام صغيرة، والكلام ده هتلاقيه موجود في الفورسز اللي بتطلع من الزلازل.
الفورسز اللي بتطلع من الزلازل بتبقى بالنيوتن ارقام كبيره جدا، فبدل ما نعبر عنها الفورس بالنيوتن بنعبر عنها بالريختر، والريختر معمول على اللوج سكيل. فبتلاقي ناخد بالنا مثلا زلزال 3 ريختر و4 ريختر و5 ريختر، زي لو قلت مثلا لوج ال10 بواحد، لوج ال100 باتنين، لوج ال1000 بتلاته. لو خدت بالك 10 و100 و1000 ده كل واحده منها 10 اضعاف، لكن 1 2 3 اللي هو باورز ده زيادة واحد. فمعنى ذلك ان لما اقول زلزال 5 ريختر وزلزال 6 ريختر مش معناه اكبر منه بواحد، لا، ده الفورس اللي بتطلع من زلزال 5 ريختر و6 ريختر، الفورس اللي بتطلع من زلزال 6 ريختر هي 10 اضعاف الفورس اللي بتطلع من زلزال 5 ريختر، لان الريختر نفسه هو معمول على اللوج سكيل. اخدنا اللوج للفورس للبيستن وطلعنا الفاليو بتاعت الريختر قد ايه. فعلشان كده بريبريزنت هي طريقة الريختر دي، بنريبريزنت الأرقام الكبيرة بأرقام صغيرة شوية. ونفس الكلام الساوند انتنسيتي بالديسيبل، في يونت اسمها الديسيبل بتقيس قوة الساوند، الديسيبل دي معمولة على اللوج سكيل. بنستخدم اللوجاريثميك فانكشن في حاجة اسمها الكومباوند انترست. فوائد البنوك 3 أنواع، حاجة اسمها simple interest و compound interest و حاجة اسمها continuous interest، اللي هو لو انت عندك فلوس دلوقتي وعندك فايدة بتاخدها، وال future value of money دي الفلوس بعد كام سنة هتبقى عاملة ازاي. اللوجاريثميك فانكشن بتظهر في كيس لو انت عندك عارف الفلوس بتاعتك قد ايه، وعايز ال future value of money تبقى كام. لو معاك 1000 وعايزهم يبقوا 2000، طب يا ترى يقعدوا كام سنة؟ انت عايزهم يقعدوا كام سنة علشان تعرف عدد السنين عشان الفلوس تبقى دبل او تتحول من اي فاليو لاي فاليو. هتلاقي نفسك محتاج اللوجاريزميك فانكشن لحساب الحاجة دي. طيب زي ما كان في الاكسبوننشال فانكشن اي باور اكس فانكشن جنرال، في سبيشال كيس منها اسمها ناتشرال اكسبوننشال فانكشن اللي هو اي باور اكس، في برضه جنرال فانكشن لوج اسمها لوجاريثميك فانكشن لوج، وفي سبيشال كيس منها اللوج ده طبعا ممكن ياخد اي بيز ال a ب 3 ب 2 ب 10 ب 1 بنص. لو كان البيز بتاع اللوج اسمه اي اللي هو اي الارقام 2.7، يبقى في الحاله دي اللوج ده اسمه ممكن نسميه لان، بدل ما نكتبه لوج فور بيز اي نكتبه لان، واللان ده هتلاقيه موجود على الكالكليتر. فاللان هي لوجاريث بس البيز بتاعها هو مين؟ الاي. طيب زي ما كانت الاكسبوننشال واللوج هما انفرس لبعض، يبقى الاي واللان عكس بعض. الـ e power ln x يكنسلوا بعض وتطلع x، و ln e power x برضه يكنسلوا بعض وتطلع x، لأن الـ ln ده لوجاريثم فور بيز e والـ بيز e موجود عندي أنا. طيب طبعا بنستخدم الـ two properties دول مهمين أوي عندنا في الماث. بنستخدمهم في إيه؟ لو أنت عندك e power x equal حاجة ونفسك تلغي الـ e وعايز تعرف الـ value بتاع الـ power تعمل إيه؟ لو عندك e ونفسك تشيلها تك ln for both sides، ولو عندك لا اي لان ونفسك تشيلها تك اي فور بوث سايدز العكس. يعني هنا اي باور اكس ايكوال اي، وبقول لك سول سول يعني فايند ذا فاليو اوف اكس، يبقى انت نفسك تاليمينيت الاي. عشان تاليمينيت الاي خد لان فور بوث سايدز، خد لان هنا ولان هنا. لما تاخد لان تقدر بقى تكنسل ده اي باور لان اي باور اكس، يبقى اكس ايكوال لان 3 وتقدر تحسبها. على فكره زي ما زمان كان عندي مثلا روت اكس ايكوال 3 وعايز اجيب اكس، بتعمل سكويرنج فور بوث سايدز. لو عندك 2x equal 3 وعايز تجيب ال x بتديفايد بوث سايد، زي ما بتعمل كده برضه بتعمل الانفرس بتاعت ال e الانفرس بتاعها مين؟ لان، وبتقدر تجيب الفاليو بتاعت ال x كام. طب لو عندك لان x equal 5 ونفسك تجيب ال x، يبقى انت عايز تاليمينيت ال لان. عشان اليمينيت لان لازم يكون معاها e، فبتاخد ال e for both sides. e يعني معناها حط الاثنين دول باورز ل e، e باور لان x equal e باور 5، يبقى هنا ال e واللان يكنسلوا بعض ونقدر نجيب الـ x equal e power 5، وتقدر تحسب بيها على الكالكليتر، ودي برضو كمان على الكالكليتر. طيب تعالى نسولف دي e power e power x equal 3. طبعا لما بقول لك solve معناها find the value of x. طب عشان اجيب الـ value of x ليه في الـ power دي power مرتين، يبقى اول حاجة خد ln for both sides. لما تاخد الـ ln، الـ ln دي تكنسل اول phase دي، فيطلع e power x equal ln 3. طب انا ما زلت عايز اجيب الاكس، محتاج اخد لين كمان، يبقى اخد لين مره ثانيه، يبقى لين اي باور اكس هي لين اوف لين 3، ودي تكنسل دي ومنها اكس ايكوال لين اوف لين 3.
الرسمة اللان، اللان هي الانفرس فانكشن بتاعت الاي، فالاكسبوننشال فانكشن شكلها كده، وادي الخط واي ايكوال اكس ام ريفليكشن عليه فيطلع شكل اللان. طب ايه الدومين والرينج بتاع اللان؟ الدومين والرينج بتاع اللان هم عكس الدومين والرينج بتاع الاكسبوننشال. الاكسبوننشال كان الدومين بتاعها ار، يبقى الرينج هنا ال ار، وكان الرينج بتاعها البوزيتيف، يبقى الدومين بتاع اللان البوزيتيف. يعني لما اقول لان اكس يبقى لازم الاكس ده يكون بوزيتيف جريتر ذان 1، ومش يبقى اس جريتر ذان 0، لا ينفع ايكوال 0 ولا ينفع رقم نيجاتيف. طبعا ادي اللان، لو قلت لان انفينيتي بكام دي بتكبر كده بتوصل لغايه انفينيتي، ولان 0 بنيجاتيف انفينيتي، لان لو حطيت 0 غير مقبول، بس بتلاقي الكيرف بينزل لتحت لغايه نيجاتيف انفينيتي. طيب هنا شويه اكزامبلز، بقول لك فايند ذا دومين اوف ذا فولوينج فانكشنز. f of x equal ln x minus 3. ln ايه الكونديشن اللي على ln؟ الكونديشن اللي على ln ان لازم اللي جواها يكون positive. احنا قبل كده زمان واحنا بنراجع الدومين كنا بنقول ما ينفعش تحت الروت يكون negative، ما ينفعش denominator بزيرو. نفس الكلام دلوقتي لو عندك log او ln لازم اللي جواها يكون رقم positive، يبقى x minus 3 لازم تكون رقم positive. طب يا ترى الدومين نقول البوزيتيف فاليوز؟ لا، هو الدومين معناها فاليوز اوف اكس، لازم اشوف اكس بكام. لو الاكس ماينس 3 اكبر من الزيرو يبقى الاكس جريتر ذان 3، الجريتر ذان 3 يبقى الاكس دي من اول 3 لغايه انفينيتي، يبقى هو ده الدومين بتاع الفانكشن بتاعتي. طب لين ابسولوت فاليو اوف اكس؟ لازم الابسولوت تكون بوزيتيف، وانا عارف ان الابسولوت بوزيتيف. طيب هنا اوعى بقى حد يقول الدومين ار، اقول لك لا هو مش ار كله، لان انا عارف ان الابسولوت دايما بوزيتيف، بس في كيس ان ممكن الاكس تكون بزيرو، ولان زيرو دي undefined، فعشان كده كل حاجه مقبوله ما عدا الفاليو زيرو بس. طيب لان اوف لان اكس، انا عندي هنا تو كونديشنز، اللان اللي جوه دي لازم الاكس بتاعتها تبقى بوزيتيف، طيب واللان اللي بره لازم اللي جواها اللي هي لان اكس دي تكون ايه؟ بوزيتيف. طب لو طلع لي من اول كونديشن حاجه ومن تاني كونديشن حاجه، لازم الاثنين دول يحصلوا في نفس الوقت، فعشان كده باخد الانترسكشن. لو الاكس جريتر ذان 0 دي الارقام البوزيتيف عارف. طب يا ترى لان اكس تكون جريتر ذان 0، يبقى الاكس علشان اشيل لان وعايز اعرف ان الاكس تكون جريتر ذان كام، عشان تشيل الاكس خد لان بوث سايدز، باخد خد اي اس اي هنا واي هنا، يبقى اكس اكبر من اي باور 0، اي باور 0 اللي هي 1، يبقى لازم تكون x greater than 0 وفي نفس الوقت تكون greater than 1، يبقى ال condition ان لازم ال x تكون اكبر من ال 1. ال x greater than 1 يعني من اول 1 لغاية infinity، هو ده الدومين بتاع السؤال. في مجموعة من ال rules مرتبطة بال لان وال log، لان ال لان وال log هم حاجة واحدة، الاتنين logarithm. لو جوه ال لان product، او لو جوه ال لان division، او لو جوه ال لان في power، لو جوه ال لان product بيتحول الى اديشن، اللوج الاولانيه او جوه لين او لوج، الاثنين حاجه واحده. تعال نشرحها على اللين. لو جوه اللين برودكت بيتحول لاديشن، لين الاول بلس لين الثاني. لو جوه اللين ديفيجن يبقى نقول لين اللي فوق ماينس لين اللي تحت. لو في باور جوه اللين، يعني اكس باور ار، مش اللين هي اللي باور ار، يبقى الباور ده بيطلع بره اللين، يبقى ار ان اكس. الثلاثه بروبرتيز دول مهمين جدا في المسائل اللي هنشوفها بعدين. طيب تعالى مثلا هنا بقول لك تشيك السيمتري. طيب تشيك السيمتري يعني بقول لك قول لي الفانكشن دي اود ولا ايفن. علشان تشيك اود ولا ايفن، فالكونديشن اللي بنعمله او الشرط اللي بنعمله f of negative x، بنحط ال x minus x وبنشوف الفانكشن، لو رجعت هي تبقى ايفن، رجعت النيجاتيف بتاعتها تبقى اود، لو مفيش ولا واحده من الاثنين رجعوا يبقى الفانكشن نايفن. فانا هشيل كل x minus x، فاللي فوق هتقلب بوزيتيف واللي تحت هتقلب نيجاتيف، فكأن الفانكشن دي اتعكست كده. طب انا عايز اقول بقى f of minus x، يا ترى هي دي؟ لا مش هي دي. طب يا ترى النيجاتيف بره؟ طب اجيب النيجاتيف ازاي؟ انا ممكن اشقلب دول مره ثانيه، اقلبهم واكتب باور نيجاتيف، ومن البروبرتيز بتاعت اللين الباور يطلع بره اللين كده. خد بالك بقى ان اللين دي راجع تاني، الفانكشن هي راجع تاني بس قدامها نيجاتيف، فنقدر نقول دي نيجاتيف f of، يعني f of minus x تبقى negative f of x، فالفانكشن اللي فوق دي تطلع odd function. طيب في حاجة أخيرة في الـ rules للوج، حاجة اسمها change of base formula، اللي هو ازاي نحول من log للان. لو عندي log أي حاجة ازاي نكتبها للان؟ log for any base، log x for base a هي ln x over ln a.
طبعا البروف بتاعها مش مطلوب منك، بس البروف هايل جدا. لو انا قلت y equal log x for base a، طب ازاي اشيل اللوج؟ اكتب دي ب ال exponential form، يبقى ال a ده اللي هو الفيز وال y ده الباور، يبقى a باور y equal x. طيب خد لين for both sides، لما تحط لين هنا ولين هنا ال y ده باور يقع بره اللين، يبقى y لين a equal لين x. طب y بكام؟ لين a over لين x. طب وفوق اصلا انا بادئ ان y بكام؟ log x for base a، يعني ال y هي log x for base a، وفي نفس الوقت هي لين x over لين a. ومن هنقدر نقول ان log x for base a هي لين x over لين a، ودي اسمها change of base formula. في الغالب انا بستخدم الفورمولا دي لو عندي في مسألة اكتر من log و different phases، لان هو لو نفس ال phases هقدر ليها rules، لكن different phases ما نقدرش نعمل لها rules. علشان كده لو عندك اكتر من log في مسألة و different phases فبستخدم change of base formula. زي السؤال ده log x for base y مضروبة في log y for base z، اثبت انها log x for base z. التلاتة ال phases مختلفين، عشان كده همسك ال left hand side وهعمل دي log x for base y، هشيلها لين x over لين y، والتانية log y for base z يبقى لين y over لين z. كنسل لين y مع لين y فتطلع لين x over لين z. طب لو بصيت على right hand side لو فكيته باللين هيبقى لين x over لين z، هتلاقي ال left hand side و right hand side زي بعض بالظبط. فنقدر نستخدم ال change of base formula لما يكون عندي أكتر من log و different bases. وكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع logarithmic function و exponential function. السلام عليكم.